السلام عليكم الإخوان والأخوات. إحنا كفاعلين جمعويين قمنا اليوم بحملة تحسيسية بخصوص موضوع كورونا فيروس. للأسف منطقة أمزميز سجلت 19 الحالة في أواخر هذا الشهر. لذلك أيها المواطنون والمواطنات، لازم علينا أننا نلتزم تدابير الاحترازية الوقائية من أجل سلامتنا وسلامتكم. ولهذا وجب علينا أننا نرتديو الكمامة ديالنا بحيث أنها أصبحت إجبارية. ومن غير الكمامة لازم علينا أننا نغسلو يدينا بصابون ويكون تباعد اجتماعي. عفاكم الإخوان، نراعيو شوية خطورة الموقف ونحاولوا ما أمكن نوعيو الأسر ديالنا بخطورة هذا الفيروس. ولكم منا أجمل تحايا، وإن شاء الله يسالي هذا الشيء ونكونوا بصحة جيدة، وشكرا. الوقاية ديالنا، غسلوا يدينا بصابون.